السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان، صحة لاباس. بغيت نقدم لكم واحد البرودوي جديد ديال واحد 4 ديزارتيكل عندي هنايا، بالنسبة اللي كيخدمو بهم لي زيليكتريسيان ديال الباطيمون. بالنسبة خداعات اللي ديرو لي هادو كيخدمو للديور و تيخدمو لي ماكازان، اللي هما رولي دو طونسيون. هو هاد الرولي هذا كيدار في كوفري جينيرال، كيدخل ليه لاريفي، لاريفي اللي جاي من المكانة تيدخل لهذا، كيدخل لونطري و كيخرج منو لاسورتي كيمشي لديجونكتور. هاد الرولي هذا فيه البلوس و الموان، هما هادو، هاد البلوس و الموان هو فين كنريكلي 220، يعني 220 ميمكنش تطلع ميمكنش تهبط، كتبقى ديما 220، وخا كيجي الكورون طالع تبقى ديما 220. هاد الرولي هادو فيهم دو فيل، بالنسبة لدو فيل ديال الديور كاينة فيه 32 وفيه 40 امبير وفيه 63 امبير ديجيتال، وهاد لا مارك توسورا هي مزيان. وبالنسبه للناس اللي ما عارفينش بلي هاد ديرو اللي كاينين راه هما دابا موجودين في السوق وبثمن مناسب. بالنسبه هاد ديرو اللي راه كيبروتيجيو الدار كامل، الماتيريال كاع ديال الدار كيبروتيجيوها. وبالنسبه للحاجه اللي خايبه هي الا كان الكورون جاي طالع راه يمكن ليك يمشي ليك الماتيريال كامل ديال الدار، ولا تقطع ليك النوتر راه الماتيريال ديال الدار كتدخل ليك 380 كما قلنا. وكاين هذا كاتر بول، هذا تيخدم لي ماكازان اللي عنده المكانه الكبيره كاتر فيل، فيه تري فازي بلس نوتر، فيه لومبيراج تاع هو ديال 32 40 63، وفيه ريغلاج ديال بلس روما باش تريغلي 380 ولا 220 على حسب داكشي اللي عندك، وفيه لومبيراج كاملين. وبالنسبه للمارك راه نفس لامارك وحاجه مزيانه وبثمن مناسب. وكاين واحد البرودوي اخر اللي هو مزيان اللي ما كيشدش لي سباس في الطابلو، اللي هو كونتاكتور. هذا كونتاكتور تيخدمو به صحاب لاندستريال، هاد لامارك هاجير ديال لا فرونس مزيانه، فيها الكاتر بول، لومبيراج 40 امبير، وما تيشدش لي سباس في الطابلو و تيدار سيور راي. لامارك هاجير راه معروفه، شركه فرنسيه، حاجه مزيانه. وكاين هذا ديال دوفيل، هذا دوفيل فيه 25 امبير دو بول، تا هو كونتاكتور. وهاد لي برودوي كاملين اللي قلت لكم راهما مزيانين، وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وان شاء الله ديما يكون الجديد، وشكرا.